توج شباب الأهلي دبي بلقب النسخة العاشرة من الدوري الإماراتي لكرة قدم الصالة رغم تعادله مع ضيفه دب الحصن بثلاثة أهداف لمثلها في إياب النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. اللقب هو الثاني للفرسان بعد لقب 2015، وقام الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج الفرسان بدرع الدوري.